كنت خلاص عارف ان هو ده اللي انا عايز اعمله يعني. انك تعمل صوره شكلها حلو. الالستريشن مش كده خالص, ده شورت ليست اقوى افكار. في ناس بقوا ستارز على السوشيال ميديا بس هم في الواقع العملي مش قادرين يحققوا حاجه. انا جاي اغير الكالتشر دي, ما تمشيش مع المينستريم. العقد بتاع الفنان اللي بيمضيه يعني ساعات كتير قوي الظروف بتبقى بتويسبر للشخص. خلي الفوكس بتاعك الرسمه, ما تركزش على نفسك انت.